عبدالرحيم خراز من أكادير المغرب، مسؤول الدراسات فيما يخص مجال المراقبة والتحكم للمحطات الكهربائية. أظن أن المهم في ميدان العمل في ميدان العملي هو أننا كل يوم نأتي ونقوم بمعالجة متطلبات الزبائن وتقديم أحسن الحلول التي تستجيب لهذه المتطلبات. أرى أن مستقبل الطاقة غدا ستكون هناك طاقة خضراء، سيكون هناك حيز أكبر للطاقات المتجددة مع استغلال أكثر عقلاني لهذه الطاقة بإرساء أنظمة ذكية، لكن يجب في نفس الآن الانتباه للمعلومات ونشر المعلومات وحماية المعلومات المتعلقة بالشبكات.